كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر. طبعا بالكويت الحين بهالوقت جو وايد حار، ووايد من المرضى يشيلون ابر الانسولين مالتهم وياهم، ومرات ينسونها بالسياره. طبعا ننصحهم ان الابر تكون مالتهم، ابرهم تكون في اماكن بارده، ويفضل اذا شايلينها وياهم يحطونها في الحافظات الخاصه على اساس ان الانسولين اللي عندهم ما يخترب، ويكون صلاحيه الانسولين موجوده ومستمره وفعاله.